رحب بحضراتكم مجددا. وهل فكرة الانتحار بتبدأ بتهديد مثلا وبتفلت وبتقلب بجد، ولا بتبقى حاجة جوه البني آدم فترات طويلة لغاية ما بياخد القرار بعدين يقدم على الخطوة؟ خليني أرحب بضيوفي دكتور رأفت شحاتة، أستاذ الإدارة واستشاري التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. رحب كمان بدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بحضرتك معنا دكتور أسامة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور رأفت، هي الفكرة بتبدأ بتهديد وبعد كده تفلت وأحيانا تقلب بجد؟ هو بس أنا عايز أقول حاجة صغيرة. هو دايما إحنا كلنا بنتعرض لضغوط نفسية، في ناس الضغوط النفسية بتخليه يزداد صلابة ويزداد قوة، وفي ناس الضغوط النفسية قد تؤدي إلى مصيبة زي الانتحار. يعني لو نفتكر مثلا الرئيس الأمريكي روزفلت قال جملة حلوة جدا. قال البحور الهادئة لا تصنع قبطانا ماهرا. يعني عشان حضرتك يبقى عظمك ناشف لازم تتعرضي لضغوط، ودي هتخليك أكثر خبرة. ده يرجعنا بقى لفكرة الشخصية، يعني هل في شخصيات أكثر تعرضا للانتحار؟ وده طبعا يعني بتركيبتها، تركيبة الشخصية، بتركيبتها. أشهر شخصية اسمها الشخصية الحدودية. الحدودية وأشهر اتنين ينتموا ليها في التاريخ والاتنين انتحروا، هتلر ومارلين مونرو. دي شخصية هشة، أي ضائقة بتتعرض ليها سواء رغم القوة ورغم السلطة ورغم الشهرة ورغم المال. عايز برضو أوضح حاجة صغيرة. ده رغم كل ده أي مشكلة؟ كل هذا لا يمنع. ما هو كلمة شخصية حدودية يعني إيه؟ يعني شخصية متأرجحة، شوية مبسوط وشوية متضايق. لما يزيد حتة الحتة اللي أنا فيها متضايق، وفي هرمون مهم جدا في المخ أحد الهرمونات الأربعة المسؤولة عن السعادة اسمه سيروتونين. أول ما السيروتونين يقل الشخص ممكن ينتحر. عشان كده بعض الناس اللي هم للاسف ما عندهمش معلومات صحيحه يقول لك لا ما اروحش لدكتور نفساني يديني ادويه. ما يديلك ادويه يا سيدي، الكيمياء بتاعت المخ في الاكتئاب بيحصل فيها ايه؟ بتبوظ. فالسيروتونين لما بيقل كارثه بكل المقاييس. احنا بنعمل ايه او الاطباء النفسيين بيعملوا ايه؟ بيدي حاجات ترفع نسبه السيروتونين عشان على الاقل احاول امنع حدوث الانتحار دلوقتي، وبعدين نبتدي بقى ندور على سبب المشكله، نبتدي ندور على ازاي نقلل الضغط النفسي. لكن لو انا ما عالجتش الحته الاولانيه بسرعه شخص هينتحر. انا بحترم العلم جدا مع مدرسة إنه كله يروح ويصب ناحية العلم، لكن ما هو إحنا كلنا لو فضلنا ماسكين الميزان ده وركزنا هنتعب برضو. يعني أقصد دكتور رأفت إيه؟ إن مفيش حد فينا ما بيتقابلوش شخصيات حواليه طول الوقت بتصدر له طاقة سلبية، مفيش حد فينا ما مرش بيه، حد مثله، حد عي، حد كسر بخاطره، حد يعني النفس البشرية هي دي. فأقصد أقول إنه مش طول الوقت برضو ينفع نروح لدكتور نفسي. بس خليني أستأذن حضرتك واروح لدكتور أسامة. ودكتور أسامة، بحكم المركز، هو أنا ممكن قبل ما نفذ فكرة انتحار جوايا بتراودني طول الوقت بأن أنا حياتي ملهاش لازمة؟ وليه بيجيلي الإحساس والجملة دي؟ أنا وجودي زي عدمه. هل ممكن أكلمك في التليفون وأقول لك مثلا دكتور أسامة أنا حاسة أن أنا وجودي زي عدمه، أنا بفكر أنتحر؟ أعتقد اللي بياخد قرار مش هياخد فتوى. ولا بيكلموكوا يقولوا لكم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. زي ما حضرتك تفضلت طبعا، هو سؤال ربما يكون لا يخطر على بال كثير منا، انه واحد هينتحر هيسأل يقول انا انتحر ولا ما انتحرش؟ هو خلاص الدنيا بالنسبة له اسودت في وشه. فالسؤال لا محل له بالنسبة له او المستمع اللي بيقول ده هيسأل ولا مش هيسأل. لكن ده حقيقة واقعة في هذه الفترة. يعني احنا بعد ما اعلنا عن وحدة الدعم النفسي ومبادرة أنت غالي علينا في 18 سبتمبر 2021، عدد الاتصالات اللي بتسأل في الاتجاه ده عدد كبير جدا، مش عدد بسيط. أنا واتجاه يقول لك، حد بيكلمك يقول لك أنا عايز أنتحر أعمل إيه؟ عنده عدد من الأزمات. عنده عدد من الأزمات. لكن إحنا مش هنتطرق إلى هذه الأزمات، ولكن نشوف إيه الدوافع اللي ممكن تخليه
يسأل هذا السؤال، إن هو ممكن يكون بيستشير بحيث إنه يختار طريقة من الطريقتين اللي ينهي بهم هذه الحياة، هل إنه هو يموت؟ يعني أنت بتقول له اختار قدامك هو الطريقة. هو بيطرح كده والله، هو في طرحه كده. يعني لو حضرتك تحب نضرب أمثلة ببعض الأسئلة. مثال سريع. مثال سريع، وصل لعدد كبير جدا من ارتكاب بعض الآثام أو غيره أو غيره، وصل إلى مرحلة الإلحاد، وبعدين قال إيه لما وصل عند الإلحاد؟ قال لا، أنا أختار الانتحار أحسن ما أموت ملحد. فهو لما وصل للمرحلة دي، ده محتاج يعرف إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور، فمحتاج حد يقعد معاه يقدم له نوع من الدعم النفسي، تعزيز العوامل الإيجابية، سواء بالنسبة للشخص عوامل إيجابية ذاتية أو عوامل إيجابية في المجتمع مجتمعية أو عوامل إيجابية أسرية أو عوامل إيجابية دينية تفتح له الباب من جديد ثم يعود إلى الله سبحانه وتعالى، علشان نمنحه هذا الدعم. يعني غالبا بتجيلك الأسئلة غالبا في سكة إنه ارتكبت ذنب أو إثم وخلاص بقى مش طايقة نفسي وما عنديش حل غير إن أنا يا أنتحر يا أنتحر. ده مثال، ده مثال، تمام، ده مثال. خليني، لكن في أمثلة كتير طبعا. طبعا طبعا. دكتور رأفت، هو احنا علاقتنا ببعض محتاجة إعادة صياغة، فبالتالي الطاقة السلبية عند كل واحد فينا تخف شوية، اتغيرنا احنا قوي؟ دي حقيقة. ويعني استكمالا للجزء اللي حضرتك كنت بتكلمي فيه مع دكتور أسامة، فكرة قوة تأثير الكلمات الإيجابية، يعني إنه حاجة تبقى موجودة، ودي ظهرت في أكتر من مشكلة من المشاكل اللي حصلت. دايما الناس بتنتقدك مرة في اتنين في ثلاثة، ده بيقلل إحساسك بنفسك، بيقلل ثقتك بنفسك. قصة الكلمات الإيجابية إزاي بيبقى ليها التأثير العكسي تماما؟ يعني مثلا واحد زي جون كينيدي، أمه كانت كتباله على باب أوضته وهو عنده 6 سنين مستر بريزيدنت، يعني تخيلي شايفة إزاي بتستخدم الكلمات الإيجابية. لكن أنا لو قمت الصبح وقلت الواحد يعيش ليه، الواحد فشل في الشغل وفشل، شيء طبيعي إن ده يؤدي بشكل أو بآخر إلى إن أنا انتحر. فإحنا لازم نراقب نفسنا. طبيعي برضه يا دكتور. بس ده بيحصل. يعني في الطب النفسي حاجة مهمة جدا، اللي بتكرريه على المستوى الشعوري كذا مرة بينزل في اللاشعور بتاعك، فلازم حاجة تبقى حريصة في الكلمات اللي انت بتقوليها. وفي نفس الوقت الدائرة المحيطة بيكي لازم يشجعوكي، وخصوصا لما تبتدي تظهر عليكي بعض العلامات اللي تقول ان حاجة دخلت في اكتئاب، سواء ما بتاكليش خالص او بتاكلي كتير، لان في حاجة احيانا بتلاقي اعراض عكس بعض. صحيح. ما بتناميش خالص او بتنام كتير. فاول ما يحصل تغيير سلوكي في حاجات معينة، اعرف ان حاجة دخلت في اكتئاب، يبقى لازم هنا يبقى في تعضيد اسري، في تعضيد ديني، في تعضيد نفسي، عشان اقدر بشكل او باخر امنع فكرة ان احنا ندخل المنطقة دي، المنطقة اللي احنا مش هنرجع منها بعد كده. أي. فكرة الفنتليشن او التنفيذ دي حاجة مهمة جدا، انه شخص يفضفض بالحاجة اللي بيقولها فعلا تجيب نتيجة. دي حقيقة. وفي نوع حاجة مهمة جدا من العلاج النفسي اسمه CBT، اللي هو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، او نسميه العلاج المعرفي السلوكي. الدكتور بيقعد مع المريض يبتدي يعمل نوع من انه بيسمع الافكار اللي عنده، ويحاول يغير له الفكر اللي عنده. ليه؟ في حاجه كده في الاداره مهمه جدا اسمها الاتيتيود، او بنسميها بالعربي كده الاتجاه. هي عباره عن فكر ومشاعر وتصرفات. التصرفات هي عباره عن نتيجه تفاعل الفكر مع المشاعر. الارهاب اللي بيروح يقتل ده بيقتل ليه؟ عشان عنده فكره لو قتل حد هيدخل الجنه. عشان اغير هذا السلوك السلبي اعمل ايه؟ اغير الفكر. لو ما غيرتش الفكر هيفضل طول النهار الشخص بالمنظر ده. فالشخص اللي عايز ينتحر عنده أفكار معينة، أنا ماليش لازمة، أنا فشلت في كل حاجة، لازم أغير له هذا الفكر. بس أنا بتكلم هنا عن علاقتنا ببعض، دكتور رأفت ودكتور أسامة، علاقتنا ببعض اتغيرت. إحنا كمجتمع، كأسرة، بلاش كمجتمع، كل واحد فينا بقى ماسك التليفون، مشغول عن ابنه، مشغول عن بنته، و اتكلمي معايا شوية، طب هخلص، يعني مش فاضية لك، محدش بقى فاضي لحد. هل فكرة ان احنا نسمع بعض، وفكرة ان احنا ما نهملش بعض، نهتم ببعض، نهتم الشكوى اللي هو انا عايز حد اتكلم معاه، ما ينفعش حد يتجاهل الجزئية دي يا دكتور أسامة؟ هل دي منطقة لازم ننبه المجتمع ليها، ننبه الأسر ليها؟ احذروا،
لما الجملة دي تتقالك لازم تنتبه إن في حد محتاجك. هو من الدوافع الخطيرة جدا للمشكلة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة اللي هي قطع جسور التواصل في المجتمع. تبدأ من الأسرة، المحيط الضيق بالإنسان أو بالشاب أو وبيجيلك شكاوى بالشكل ده كتير جدا كتير كتير جدا حتى من الأمهات والأباء نفسهم، مش بس الشباب اللي بيتصل يقول أنا عندي مشكلة. فبيوصل لمرحلة أمهات تقول لك ولادي ما دخل في حل لوحده، ما عادش حد عارف يتواصل معاه، انقطع عن المجتمع المحيط به، ما عادش حد ليه سلطة الإقناع بالنسبة له، فأصبح منعزل عن الأسرة وأصبح منعزل عن المجتمع المحيط، مجتمع الأصدقاء والزملاء، وما عادش حد قادر، ما فيش حد قادر يتكلم معاه. احنا هنا بنوجه النصيحة زي ما حضرتك بتقولي للمجتمع كله بتعزيز روابط التواصل ابتداء من الأسرة. الإشكال الكبير انه دلوقتي كل واحد مشغول في وسائل التواصل اللي قطعت التواصل. صحيح، هي وسائل المفروض ان هي وسائل لتعزيز التواصل بين الناس وتقديم خدمات جليلة للمجتمعات، ولكن هي في الحقيقة قطعت أواصر التواصل وجسور التواصل بين أفراد البيت الواحد. صحيح. مش المجتمع. صحيح. فده بدوره بينعكس على الأبناء اللي مش لاقي حد يسمعه، البنت اللي مش لاقي أمها بتسمعها، كذلك الولد. أصبحنا لا نرى في أبنائنا إلا السلبيات، وإذا قام واحد من أبنائنا بفعل إيجابي الدفع الإيجابي ما بقاش موجود. ده احنا دايما ما بنشوفش غير السلبي في بعض وبنعاقب على السلبي. يعني احنا نفوق على التصرف السلبي، لكن التصرف الايجابي نغض عنه الطرف، نطنش، ما نشجعش، نقول عادي ما هو المفروض يعمل كده، ده الواجب عليه. ممكن بعض الناس يستحي كده يقول ايه، لا انا مش هقول له احسنت، لا قول له احسنت. قول له التصرف اللي انت تصرفته تصرف، شجعه وخليه يكمل، تصرف جيد جدا. والتواصل ده حسسه بانه عمل حاجه كويسه. أول مراحل العلاج اللي بنعالج بيها أبنائنا أو المجتمع بشكل عام الاستماع الجيد. طيب الإصغاء. دكتور رأفت، لو رجعنا نسمع بعض زي ما كنا بنسمع بعض، يقول لك إيه ساعات كانوا زمان يقول لك الأصحاب يقول لك إيه يا جماعة أنا محتاجاكوا جنبي، تعالوا عايزة أحكي لكم حاجة. على فكرة هم ما عملولهاش حاجة، أو هم ما عملولهاش، هم فقط سمعوا. بس عايز أقول حاجة انتبهوا. صغيرة هنا، هو ليه الولاد خد بالك، انا مش بتكلم هنا عن المرض والعلاقه ما بين الطبيب وما بين المريض، لا انا بتكلم على الأسرة. حاله مجتمع. بس هو حك ليه الولاد ما بيسمعوش ابهاتهم؟ وحك خديها من منظور نفسي، لان الاب دلوقتي والام ما بقوش مؤهلين نفسيا او فكريا ان هم يتواكبوا مع الفكر بتاع الولد. الولد بيتكلم تكنولوجيا، الاب والام مش فاهم تكنولوجيا. الولد بيتكلم عصر حديث، الاب والام دقه قديمه. فبتلاقي ان الولد بيدور على مصادر اخرى يسمع منها غير ابوه وامه. لكن انا دلوقتي لو الحوار بتاعي، يعني خلينا ناخد مثلا بعض مشايخ الازهر، تلاقيهم قريبين جدا من الشباب. ليه؟ بيتكلم اللغه اللي الشباب عايز يسمعها. ماشي، انا عمل ايه كمجتمع؟ انا هنا بتكلم اسره. احضر الاب والام ان هو يتكلم باللغه اللي ابنه عايز يسمعها، اللغه العصريه. لكن انا دلوقتي كاب وام، او ما يرفضش اللغه بتاعته. هو ما اقصدش اللغه كمصطلحات، لا لا، انا اقصد اللغه كفكر. انا يعني تخيل لما ابنك مثلا يقول لك ماما انا عايز ادخل سياسه واقتصاد ولا ادخل ألسن، تقول له يا حبيبي اللي انت شايفه كويس. يعني ايه انت شايفه كويس؟ ما هو انا كاب لازم ابقى قاري كويس. ما هو الثقافه لما تبقى ضعيفه عند الاب والام، سواء ثقافه بصفه عامه او ثقافه ليها علاقه بعلم او ليها علاقه بتكنولوجيا، انا بحس ان ابويا دقه قديمه اسمعه ليه. فدي نقطة مهمة. الحاجة التانية برضو دكتور أسامة اتكلم عليها، احيانا الاب او الام بيلعب دور مش كويس مع الاولاد، دور النقد. في كده عالم روسي شهير، او الهدم. ايه دكتور رأفت؟ نقرازة بنقولها كده بالبلدي. صحيح، اللي هو فكرة ايه، اصل انا عايزه. على فكرة ممكن يبقى الاب جواه والام جواها غير، يعني تقصد ايه؟ انه الطريقة دي كانت بتجيب معاها زمان فانها كانت تبقى احسن. هو متخيل ان هو هيبقى احسن؟ لا، مش بالضرورة يبقى احسن، ممكن تحبطه. كنت عايز اقول لك حاجه على قصه النقد دي، لما احيانا الام بالذات بتاخد الدور ده مع الولاد. في عالم روسي مشهور كان اسمه بافلوف، كان بيجيب كلب ويضرب له جرس ويديله حته لحمه، وكرر القصه كذا مره، وكان بيجيب انبوبه ويقيس بيها معدل اللعاب في بق الكلب. مع تكرار ضرب الجرس للكلب حتى لو ما جابلوش حته اللحمه، اللعاب بيزيد. سموها الارتباط الشرطي. فلو انا دلوقتي امي بالنسبه لي او ابويا ارتبط عندي، كل ما اشوفه ينتقدني مره في اثنين في ثلاثه في اربعه، عايز اشوف، بكره اشوف ابويا. صحيح. فاحنا عايزين الارتباط الشرطي يبقى ايجابي. كل ما اشوف ابويا
ابويا يشجعني بكلمه وبعدين يقول لي بس ايه ما نخلي بالنا من كذا. ام كلثوم قالت جمله حلوه قالت له يا ما كنت اتمنى قبلك بابتسامه او بنظره حب او كلمه ملامه. لو شفت الاثنين الاولانيين ابتسامه او نظره حب ايجابيين كلمه ملامه جت في الاخر انا اقدر استقبل منك السلبي بعد ما يجي بعد الايجابي لكن مش اول ما اشوفك ايه اللي انت عاملاه ده يا عز فتلاقي نفسك اتخشتي مني. صحيح وده غالبا بقت لغه عصر دلوقتي او بقى ده الدارج ما بيننا اللي هو العين ما بتجيش غير على السلبي سلبي للأسف وما بتسمعش غير السلبي وده بيؤدي لأنه تطول الوقت شايفني في حتة شايف فيا الأجزاء السيئة وطبيعي أنه أي حد يبقى فيه مش حابة أسمعك مش حابة أشوفك فبالتالي أنا أختفي فبالتالي أنا أحس أن أنا كده ماليش لازمة فلان شايفني فاشل فلانة ما بتسمعنيش ما فيش إضافة في حياتي ما أضفتش ده ممكن يؤدي للانتحار بس وخصوصا لو الشخصيه هشه الشخصيه الهشه هو شخص مش واثق في نفسه فتيجي حاجه تقولي له انت فاشل كمان يعني هو داخليا شايف ان هو فاشل وجاله من بره كلمه ثانيه الاثنين في نفس يعني الاتجاه يعني ده الاساس انه شخصيه هشه طبعا الشخصيه القويه النقد ليها ممكن يخليها تاخده بشكل ايجابي ويبتدي يشوف طب هو ليه الراجل ده بيقول لي كذا يفكر لكن السلبي هو نفسه بيقول ان انا مش قد كده مهزوز فتيجي حاجه تقولي له على فكره انت ما انا مش شاطر خلاص ينتحر بس المهزوز ده لو اشتغل على نفسه يجيب نتائج يشتغل ازاي بقى لما حضرتك تستخدمي اللغه الايجابيه عشان ترفعي عنده حاجه بنسميها السيلف استيم او مدى ايمانه بنفسه تمام برضو دكتور اسامه بتتابعه هل الـ 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 انا مش يعني عفوا انا مش بقيم المساله او المركز لكن مهم قوي ان الواحد طول الوقت يراجع اللي حصل هل شغلنا ده جاب نتيجه هل احنا بن بن بنوجه الناس في الاتجاه الصح اسمح لي ما هو مش كل الناس هتبقى عايزه الراي الديني او عايزه الفتوى الدينيه لا هي عايزه انسان يقول لها انت كويس مش لازم يبقى من الجانب الديني المسيحي او من جانب الديني الاسلامي هي عايزه بني ادم يسمع لها ايا كان. هل شايفين مرصد جاب نتيجه بتتابعوا؟ الحمد لله احنا خليني اروح لنقطه صغيره اللي هي تعزيز الثقه بالنفس لان ده مهم جدا وده منهج قديم وهرجع لحضرتك في النقطه اللي قديم وحديث اعتقد ده عمره ما يقدم ايوه اللي بيها بنقيس الأثر المرتد أو التغذية الراجعة الفيدباك بتاع الشغل بتاعنا فخلينا نروح لجزئية الثقة بالنفس ونشوف مثل من الأمثلة النبوية لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاعدين وطلع سيدنا عبد الله بن مسعود يقطع جزء من السواك عود من أراك فرأى الصحابة أن الريح تحرك سيدنا عبد الله بن مسعود لدقة ساقيه فسخروا منه أو تنمروا على اللي بنسميه دلوقتي تنمر نعم فضحكوا من دقة ساق سيدنا عبد الله بن مسعود فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تضحكون فقالوا من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أثقل في الميزان من أحد أو من جبل أحد نعم تعزيز الثقة بالنفس فمنحه مزيدا من الثقة بنفسه في نظره هو وفي نفسه هو وفي نفس أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنماذج كتيرة جدا كذلك تعزيز الثقة بالنفس في حب الوطن لما سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن فهيرة وبلال بن رباح اشتقوا لمكة وهم في المدينة حتى أصابتهم الحمى وسيدنا أبو بكر يعني أصبح يقول شعرا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله فستنا عائشة حكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة وهي وطن كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك فيها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة ده بالنسبة للنماذج الإيجابية وتعزيز الثقة بالنفس اللي المفروض نربيه في أبنائنا ودايما بين الوقت والآخر نعزز الشغل على ده صح. موضوع الأثر المرتد معلش أو رد الفعل رد التقييم الفعل. ردود الأفعال احنا بنقيم ردود الأفعال بناء على استجابة المستمع أو اللي احنا بنستقبله في المكان عندنا وبالمناسبة احنا بنستقبل اتصالات على 19906 أو بنستقبل رسائل على صفحة مركز الأزهر العامل للفتوى ونفتح شات حوار مطول بيننا وبين الشخص يمتد ربع ساعة تلت ساعة نصف ساعة أو نستقبله في المكان أو نرسل إليه فريق عمل للمكان اللي هو فيه لو الأم اتصلت وقالت أنا مش قادرة أتواصل معاه
فورا بنكلف فريق عمل يروح لحد بيته في اي محافظه من محافظات الجمهوريه علشان يقدم الدعم المناسب اللي يخرجه من هذه الحاله ويعاد تاهيله ثم متابعته بعد ذلك. الحمد لله معظم الحالات اللي وصلت الى مركز الازهر العام للفتوى او تواصلنا معها بطريقه او باخرى نقدر نقول ان هي تجاوزت المحنه اللي كانت قدامها، لان احنا بنراعي الحاجات الاساسيه للجسد، جسد الانسان، الحاجات المعنويه المرتبطه بالروح والعقل، الحاجات المجتمعيه الخاصه بالانسان، كل هذه الاحتياجات الخاصه بالانسان اللي جت فيما يسمى في علم الاداره مثلث ماسلو، دي طبعا كلها امور بنراعيها عند المعالجه، واذا احتاج الامر اذا الى تدخل الطبيب النفسي بتقولوا له ده احنا فيه تنسيق بيننا وبين الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي في مثل هذه الحالات التي تحتاج الى معالجات نفسيه او دعم نفسي من نوع اخر غير الدعم المعنوي المرتبط ب معالجة المشكلة المرتبط بالاستماع والإصغاء وعكس السؤال أو الطرح الذي يطرحه المستمع، كل هذه الأمور تراعى في هذا الطرح، والحمد لله النتائج ممتازة جدا بالنسبة للأعداد اللي وصلنا إليها أو وصلت إلينا في هذا المكان، بدليل عدد الاتصالات الحاصل والمتابعات الحاصلة وخروج الناس بحالة من الرضا عن أنفسهم وعن أهليهم وعن المجتمع، ثم نوفق بينهم وبين الأهل، بندي برضو جرعة للأباء والأمهات لازم لتجاوز المشكلة. لازم لازم. دكتور رأفت، دول عملت إيه في بعض الدول؟ خدت سكة عاملة زي حكيت للسادة المشاهدين اليابان، يعني حست إنه فكرة الفضفضة ومجتمع بقى مش فاضي لبعضه ولا لنفسه. خلينا ناخد مثلا البرنامج الشهير اللي عملته منظمة الصحة العالمية، عندهم برنامج شهير للتعامل مع الانتحار، بيعتمد على حاجتين. الحاجة الأولانية عبارة عن دورات تدريبية أو عبارة عن محاضرات بيقولوا للمريض فيها هو يعني إيه انتحار. بيكلم المريض ولا بيكلم المجتمع بشكل عام؟ بيكلم المريض، بيتكلم على البرنامج ده. الحاجة التانية بعد ما بتخلص القصة دي بيسيب له رقم تليفون عشان يبقى فيه نوع من التواصل، سواء أنت نسميها انباوند أو يعني حاجة تكلميني أو إحنا نتابع معاكي، لأن في حد ذاته فكرة التواصل ده، لأنه احيانا ممكن حضرتك الحاله المزاجيه بتاعتك النهارده تبقى كويسه، بعد يومين ثلاثه الدنيا تقع، فانا لما اشوف حد الاقيك. وعايز اقول لحضرتك ان منظمه الصحه العالميه عاملين يوم 10 سبتمبر ده اليوم العالمي لمقاومه الانتحار، يعني هو من اهميه الموضوع نفسه عملوا يوم عالمي ليه عشان يعملوا نوع من التوعيه. يعني حتى لما بنيجي نشوف هو اكتر حاجات بتساعدك على انك ما تدخليش مرحله الانتحار انك تعالجي الضغوط النفسيه. نعم. فابتدوا يعملوا نوع من التوعيه على ايه بعض التكنيكس، يعني مثلا في تكنيك لطيف قوي اللي هي التمارين التنفس، عندنا حاجة اسمها 4-7-8 ودي حاجة مشهورة جدا. أي. بياخد نفس لمدة 4 ثواني، يكتمه لمدة 7 ثواني، يخرجه لمدة 8 ثواني. حاجة تانية كانت ظهرت في المسلسل بتاع نيلي وشريهان، لما دنيا سمير غانم قامت بتضحك بشكل هستيري وكانوا هي نايمة على سرير وجنبها إيمي، ده نوع من اليوجا اسمه اللافتر يوجا أو يوجا الضحك، وده نوع طبعا مهم جدا جدا جدا. ما هو ده بقى اللي بيزعلك، ان الناس احيانا بتعرف العلم من المسلسلات. ساعتها السوشيال ميديا كلها ابتدت تتكلم هو ايه اللي حصل ده؟ قالوا لهم يا جماعه ده حاجه اسمها يوجا الضحك. طب ما احنا كان المفروض نبقى عارفينها من قبل كده. لا ولا نعرف. احنا نعرف يوجا النكد. نعرف يوجا الطاقة السلبية. تقلبيش مواجع على الناس بقى. لا يعني. ليه ما نعرفش الحاجات دي؟ ليه؟ يعني الاكل نفسه في بعض حاجات من الاكل بيبقى فيها بعض المواد اللي بتقلل الضغوط النفسيه، يعني حاجه مثلا زي اللوز الني، حاجه زي الجبنه القريش، حاجه زي البيف او في حاجات فلازم الناس تبقى عندها هذا الثقافه دي. الثقافه دي لان دي في الاخر الانتحار بيوصل تراكمات. في نماذج لدول تانية غير الفكره اللي حضرتك قلتها بتاعت يعني عايز اقول لحد باراك اوباما في مره قال في 2009 قال احنا هدف الدوله دلوقتي ان احنا نقلل مستوى هرمون الكورتيزول اللي هو الهرمون اللي بيطلع جوه جسمه ومسؤول عن الضغط النفسي عند الشباب. تخيلي لما رئيس الدوله يبقى مركز في هرمون لانه شايف الهرمون ده هو اللي هيؤدي الى مصيبه اسمها الانتحار، انا عايز اقلل الهرمون. فابتدت الدوله تدور نعمل ايه؟ ايه البرامج اللي ممكن نعملها عشان نقلل القصه دي؟ عملوا حاجات كتيره جدا منها فكره التوعيه على ايه الهرمون ده بيزيد امتى؟ ايه اللي بيحرقه او بيقلله؟ تخيلي حك الرياضه مثلا، لحك بتمشي ايدك اليمين بتتحرك مع رجلك الشمال وايدك الشمال بتتحرك مع رجلك اليمين، الباترن ده بيحرق هرمون الكورتيزون.
في حاجات كتيره جدا الناس لو عرفتها يعني مش هتوصل لمرحله صحيح. اللي احنا بنخاف فيها منها لفكره لانه الناس بتتوقف امام ليه دلوقتي طول عمر الناس عندها ضغوط نفسيه، طول عمر الناس على مدار التاريخ عندها مشاكل، مفيش حد ما عندوش مشاكل يقول لك بس إيه كانت زمان الناس اهدى من دلوقتي، ما انت لو بحثت هتلاقي الاسباب كانت ايه. دكتور إيه يعني خليني بس اكلم المجتمع بشكل عام. دكتور اسامه، تقول ايه للمجتمع؟ تقول ايه للاسره دلوقتي قبل ما نختم؟ يعني احنا كاسر محتاجه ايه؟ في كلمة بعد انتهاء الجلسات حصلت في جلسات كتير بتؤلمنا جدا. انه كتير من اولادنا لما نقعد معاهم يقولوا الحمد لله ان احنا لقينا حد يسمعنا. ايوه، ما هو من هنا انا انطلقت. فطبعا لما حد وصل لمرحلة الانتحار او انهاء حياته بضغوط او بغيره، طبعا لما يوصل في آخر هذا اللقاء لدرجة أنه يقول أنا الحمد لله وكأنه يتنفس الصعداء، صحيح الحمد لله عادت له الحياة من جديد، إن أنا لقيت حد يسمعني. هل فقدنا في المجتمع الصغير الأسرة على المحيط الأوسع شوية، الحي أو الحارة أو المكان اللي احنا فيه أو القرية أو غيره، فقدنا هذه الرحمة وهذا العطف على أبنائنا وأبناء المجتمع كله لدرجة إن هو مش لاقي حد يسمعه أو يتكلم معاه أو يفضفض معاه شوية، يمشي هذا المشوار وهذه المسافة علشان بس يقعد شوية يقول كلمتين ويلاقي حد يسمعه بشكل جيد، صحيح. وينصت إليه، أيوة. ويصغي إليه، ولما يجي يتكلم معاك ما تقطعوش، تحسسه بالاهتمام، سيبه يقول، ولو هتقطعه تقطعه في نفس الاتجاه اللي هو بيقوله، انت تقصد كذا، علشان يكمل ونسمعه للاخر خالص لحد ما يقول كل اللي عنده. بعد كده ممكن اطرح عليه الكلام بشكل عكسي، يعني لو هو اتكلم عن مشكله خاصه بيه ممكن اطرح عليه نفس المشكله بصوره عكسيه، بحيث ان هو يدرك ان انا كنت معاه بعقلي وبقلبي وبكل وجداني، بحيث ان انا استوعبت المشكله بتاعته تماما. فهو نفسه ادرك وعنده شعور تام ان في حد شايل معاه الهم بتاعه دلوقتي، صحيح. صحيح. فبدا يلاقي له نصير في المجتمع. فبما رحمه من الله لنت لهم، صحيح. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اشكرك دكتور اسامه الحديدي. دكتور رأفت، تقول ايه للاسره؟ تقول ايه خلينا نكلم الاسره لانه هو الارتباط الأسري إن إحنا لازم نثبت وقت أثناء اليوم، وغالبا ده بيبقى على العشاء، لأنه ممكن الظهر مثلا الأب يبقى لسه في شغله، أيوه. ربع ساعة أو تلت ساعة أثناء العشاء نحط قاعدة كده، هنقعد مع بعض، ما حدش هيستخدم موبايل خالص، موبايل كلها بعيدة خالص عننا، إحنا قاعدين بنتعشى بنتكلم مع بعض، نكون هو الفترة دي اللي أنا بسمع فيها أولادي، بسمع فيها مراتي، من غير ما يكون في أي تشويش من أي جهاز أو من أي حاجة، وتتثبت يوميا يعني على الأقل لما نقعد مع بعض ربع ساعة أنا هقدر أحس من خلال القعدة دي هل حد من ولادي متغير شوية؟ لكن فكرة إن إحنا كل واحد بيعمل حاجة لوحده، وده بيتغدى لوحده، وده بيتغدى في وقت تاني، وده لازم يكون في وقت الناس تجتمع فيها مع بعض يعني. تمام، أشكرك شكرا جزيلا. سيكون. دكتور رأفت شحاتة، خلونا نسمع بعض يا جماعة أرجوكم، يعني خلينا نلحق بعض بمعنى أدق، ونسمع بعض ونهتم ببعض، لما نقعد نسمع بعض بلاش نصادر ولا ننظر على بعض، خلينا نحترم يعني ايه فرق اجيال، خلينا نحس ان احنا في تواصل طول الوقت، بلاش نوصل اي شخص محتاج لينا انه يروح مننا ونرجع نقول ده كان طالب المساعده، طالب بس حد يسمعه، حد يفضفض معاه ونرجع نندم. اعتقد ان احنا كلنا نلحق نعمل ده. بشكر حضراتكم، اشوفكم بكره على خير، مع تحياتي عز مصطفى، وإلى اللقاء.